السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفيني غرقانة مية ازاي؟ طبعا انا لسه جاية من حاجات بسيطة كده من برة. عايزة اقول لكم ان الجو برة رهيب رهيب، محدش يخرج يا جماعة، محدش يخرج في الجو ده. طبعا اول ما دخلت كده بليت على وش مية كده زي ما انتم شايفين كده، عشان انا حاسة ان انا بحتضر. المهم النهاردة انا عند صاحبتي كالعادة، اليوم الاجازة هرخم عليها وغتت عليها ونعمل شويه اكل عندها، بس مش عارفه انا هعمله، هعمل اكل يعني ممكن اعمل حاجه معاكم ولا مش ممكن، لان انا عايزه اقول لكم ان انا هفطس. بصوا بقى الباميه طلعت جميله ازاي، شوف الباميه جميله ازاي، شوفوا الباميه تحس انها ناعمه، مش الباميه اللي بتشوك اللي بيقول لك البلدي والمش، لا دي هي مش افرنج، هي ناعمه كده تحس ان فيها حتت صغنونه حمرة كده، بس تحس الباميه جميله. في بقى شايفين بقى الفلفل، شايفين الفلفل، فلفل بكام؟ فلفل كيلو ب 4 جنيه يا جماعه، ب 4، لا مش عارف 5 حاجه كده. شايفين الطماطم؟ يعني بصوا الحاجه جميله جدا، الجو نار بس الحاجه فعلا جميله جدا. عايزين بقى نعمل شويه باميه كده حلوين، يا سلام شويه باميه كده فيهم كم قرن فلفل كده حرقين، حتتين لحمه، لحمه لحمه، انا اكلمكم في اللحمه دلوقتي. شايفين البتنجان؟ لما تجيبوا البتنجان هاتوا البتنجان المحمل التختوخه ده، تمسكوا البتنجانيه كده تلاقوها طريه وحلوه كده، دي تبقى فيها لحم كده سواء قلتوها او سلقتوها تبقى حلوه، مش ما تجيبوش الرفيع قوي ده لانه بينشف كده بيبقى مش حلو. نيجي بقى قصه اللحمه، شايفين اللحمه دي؟ انا جايبه فيها حته سمينه شويه، لان طبعا احنا يا جماعه هنعمل، يا جماعه احنا عايزين نص المنطقه اللي انا فيها، ايه نص كيلو لحمه يعني؟ بصوا يعني كله يجي يجي يشوف اللحمه مش ياكل يشم ريحتها لما نعملها يعني. بصوا بقى مفيش نضغه ميه، مفيش نضغه ميه. عايزه اكلمكم في موضوع اللحمه، وانا في شغلي طبعا بنطلب الطلبات من السوبر ماركت، عايزه اقول لكم باكل يعني، انا باكل اللحمه هناك يعني اللي هو بحرص او حته كده او يعني مش عارفه يعني، هي مش بايظه، ولكن لما بتيجي اللحمه طبعا بتيجي في اكياس وبتيجي في اطباق كده وشياكه واناقه ومغلفينها ومزوقينها، وناس كمان يحطوا لها مكياج، ولكن فيها مشكله اللحمه. طبعا هم في الشغل او عموما في الحتت اللي احنا الراقيه اللي احنا بنشتغل فيها دي بيجيبوا اللحمه المكعبات اللي هي ما فيهاش ريحه الدهون، يقولوا عليها ده فت، اللي فيها الدهون دي يقولوا عليها فت. لا مش، فانا طبعا شايفين اللحمه لونها عامل ازاي، شايفينها ما فيهاش يعني، يعني انا مش عايزه افتحها، هو باين الطبق كده ابيض فل اهو، ما فيش نضغه ميه. هناك بقى الطبق تفتحي بالبلاستيك ده تلاقي، وحياه ربنا ما بكذب انا بقول حقيقه، تلاقي ميه، ميه في اللحمه. طيب اللحمه دي يا جماعه بنسال مجمده، اقول لك لا دي لحمه بلدي، المفروض بتجيبوها من سوبر ماركتات كبيره كده يعني ليها شان واسم. طب ازاي اللحمه فيها ميه؟ ما هي اللحمه اهي، ما انا جايباها من عند الجزار وانا واقفه كده مقطعها لي، اللحمه دي مذبوحه النهارده فله فله. بصوا يعني مش عايزه افتح عشان انا فاهمين، فطبعا انا يعني الناس بتجيب اللحمه وبتجيبها غاليه، يعني احنا عندنا اللحمه هنا ب 140، هم هناك مثلا بيقولوا لها بتدخل في ال 200 كيلو مثلا او 190 او 180، ولكن المشكله في الميه. انا ما عنديش مشكله مجمده او مش مجمده او بتاع، بس اللحمه دي اللي بتنزل ميه دي اكيد دي يا جماعه لحمه مجمده، يعني اكيد دي لحمه كانت في التجميد مش في التبريد، التبريد حاجه والتجميد حاجه. فعشان كده يوم الاجازه الواحد بيروح يجيب من الجزار اللي هو عارفه ابا عن جد كده يعني، كان ابوه كان جده بيشتغلوا في نفس المحل، مش من اي جزار كمان، تجيبوا اللحمه فله. انا مش عايزه افتح ويعني مش عارفه انا هعمل اكل او صاحبتي اللي هتعمله، الله اعلم بينا، لو انا هعمل هوريكم برده الاكل بعد ما يتعمل، بس عايزه اقول لكم شايفين اللحمه بسم الله ما شاء الله زي الفل ازاي، ما فيهاش ريحه الميه ولا اي حاجه، حاجه كده بتشموها ريحتها تحسوا من شكلها تاكلوها حاف، والله العظيم بتكلم بجد. فمش عارفه، لا طبعا انا اللحمه دي انا اكلها وانا مغمضه، اكلها وانا مغمضه، انما الثانيه دي لا شوربه ولا طعم ولا منظر ولا اي حاجه خالص، الكيس من بره الشياكه والاناقه وبعد كده ما. المهم حبايب قلبي انا مش هطول عليكم، انا بس ايه حبيت اسلم عليكم، ومش عايزه بقى يعني عايزه كل اسبوع كده اسلم عليكم واشوفكم واقول لكم بشكركم جدا،
ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم على تعليقاتكم وعلى دعواتكم الجميله ليا. مش لاقيه كلمه اقولها لكم، ربنا يجعل كل كلمه حلوه بتقولوها لي وكل تشجيع منكم ليا ولغيري يجعله في ميزان حسناتكم بحق الشهر المفترج ده. وهخلص بقى الحاجات دي، هنشوف هنعمل ايه، واشوف لو هقدر اعمل اكل قصادكم. هعمل مش هعمل هوريكم الاكل كده كده بعد ما نعمله. ماشي حبايب قلبي، اسيبكم على خير دلوقتي. حبايب قلبي انا رجعت لكم تاني، عايزه اوريكم اللحمه انا بعملها ازاي. مش بعلمكم بس انا بقول لكم انا بعملها ازاي اللحمه دي. اول حاجه هنجيب معلقه، طبعا صاحبتي ربنا يخليها لي يا رب صوبت عليها، جابت لي جلابيه واشارد عشان انا كنت خلاص هفطس. طبعا هنحط ايه، حته زبده في الحته دي كبيره، حته الزبده دي كبيره، حته صغننه كده. حبه الزيت الاول، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم، معلقه زيت، معلقه ايه زيت، تمام تمام كده، بسم الله الرحمن الرحيم. احلى حته لحمه دي، احلى حته لحمه. شايفينها تاخد اللون ده واضح كده، اللون ده بقى فلفل اسود، لا سكر، سكر وهي بتاخد الصدمه وهي الانسجه بتاعتها كده. تمام، طبعا الحلة دي شايفين فوت صاحبتي قالت لي ده انت هتطلعي فوت، هتطلع في فوت، هتطلع على النت. بصي فوت طلعي فوت جديدة والله. صاحبتي دي ست جدعة. كده بقى هناخد المية المغلية دي ننزل بيها على، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب سترك. في حاجة غريبة والله العظيم يا جماعة، حياة ربنا، مش بقول أي كلام. بصوا
انتوا مش متخيلين حته اللحمه بتنزل الميه المغليه بتكبر. بص حته اللحمه بتكبر يعني. انا في ايه في اللحوم اللي بنجيبها من المحلات دي اللي هي السوبر ماركتات الماركه دي، اللحمه بتختفي بتكش. هنا العكس بيحصل، بتكبر يعني. بصوا بتكبر، واضح؟ هسيبها كده تبتدي انها تغلي. لو في ريم هشيله، بعد ما هشيل الريم احط بصلايه، شويه فلفل حصى، وحاجتين حبهان بس، لكن طبعا ملح مش هحط. تمام، اول ما هتعمل ريم كده هشيله. تمام، اول ما نبتدي تغلي كده جامد وتطلع الريم هشيله، واحط البصل بتاعي والفلفل. بصوا بقى، شوف الجلابيه بتاعتي الجميله دي، يا سلام. حاجه حاجه حاجه، بس شايفين طلعت لي جلابيه جميله، صورت عليها ولا الجو كان حر جدا؟ شايفين جلابيه حلوه، ربنا يخليها لي يا رب، هي الصحبه الوحيده. طب حبيب قلبي هسيبكم دلوقتي، اشوف هعمل ايه، وساعه ما الاكل بتاعنا يخلص هفرجكم عليه. تمام يا روح قلبي، يلا حبيب قلبي. الاكل بتاعنا الجميل اهو، شوفوا الاكل. والله صاحبتي اللي طبخت النهارده، انا ما كنتش قادره. شايفين عاملين مغامله مخلل جميل، شايفين فلفل. اهم حاجه بقى بالنسبه لي طبق البتنجان ده، شايفينه بتنجان تحفه. شايفينه عاملين ازاي جميل جمال بنت اللذينه. قلت لك كمان خلي لي طماطمتين، شايفين شايفين الحلاوه. والباميه بتاعتنا الجميله اهي، وانا بقى ماسكه كيس العيش كده عشان محدش ياخد منه، انا اول واحده اكل عيش. يا ريت الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وعايزاكم حبايب قلبي تردوا عليا في الفيديو بتاع ام انس، بيتنا دايما بالخير عمرانه، لان انا كنت عامله معاها اكتر من فيديو وغصب عني مسحت الفيديوهات كلها، ما فيش غير مقطعين كل مقطع من فيديو. فقولوا لي اعمل ايه، انزل المقطعين دولت ولا احذفهم؟ ماشي حبايب قلبي، وتعالوا اتفضلوا كلوا معانا. الله، اكلنا بسيط وجميل، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.